السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا أبو عبد الله؟ إن شاء الله طيب. معك الشيخ صالح السحيمي، يسلم عليك الله يبارك فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبا عبد الله سالم بن حمود الحلو، وفقه الله تعالى لكل خير. أخي الكريم، يعلم الله مدى ما أكن لكم من محبة صادقة منذ عرفتكم في الجامعة، ونحن وإياكم طلاب في هذه الجامعة العظيمة المباركة التي جمعت بيننا وبين كثير من أحبابنا. فأود أن تبلغوا سلامي لكل من تحبون، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. ولقد حزنا لما بلغنا من الأثر الذي جرى لكم، ولكن أقدار الله نافذة، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمع لكم بين الأجر والشفاء، وأن يسمعنا عنكم كل خير، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم في وأن يوفقنا وإياكم كما جمعنا في قاعات الدراسة، وجمع قلوبنا على هذا المنهج المبارك، المنهج السلفي. أسأله تبارك وتعالى أن يجمع بيني وبينك وبين جميع محبينا في دار الكرامة في جنات النعيم. وكيف حالك وكيف أولادك وكيف أسرتك؟ والحمد لله الذي يعني خرجتم بسلام من تلك الغمة التي كانت هناك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن ما أحب أن أقوله لكم أنني أعتقد أنكم، وكما تابعت أخباركم دائما وأبدا، راضون بقضاء الله وقدره، وأنكم على المنهج الحق الذي عهدناكم عليه. نسأل أن يثبتنا وإياكم عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم وأهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين أهل السنة في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم في الله صالح بن سعد السحيمي. جزاك الله خير.